رز بالبطاطس المشوية. المكونات: بقدونس مفروم، بطاطس مكعبات مشوية، رز مصري مسلوق، بصل، مرقة خضار، ثوم وزبدة. خلي الطاسة شوية من على النار. هاخد نص بصلة، طبعا انا بحط نص بصلة علشان انا بعمل طبق واحد. هقطع البصلة كده، ونحط البصلة على طول. حط الطاسة على النار، زبدة. هحط طبعا ربع مكعب، لان لو حطيت المكعب ده ممكن يتحط على حلة كاملة، حلة رز كاملة. حط كمان حتة صغيرة، يعني ربع او اكتر من ربع شوية، مش اكتر من كده. ومش هحط ملح بقى، لان خلاص المرقة بيبقى ملحها مظبوط. هدوب كده الايه، البصل. بطاطس مشوية يعني ايه؟ بطاطس تقطع مربعات مكعبات، تحط عليها شوية من الزيت وشوية من الملح، وتحط في الفرن لحد لما تستوي، ترش عليها شوية زيت طبعا، معلقة من الثوم صغيرة. ممكن استعمل شوية صغيرين من المية لو لقيت ان الرز مسك في الطاسة. هاخد بقى البطاطس هحطها هنا علشان تاخد طعم الثوم والمرقة والايه والبصل. وبعدين تقليبة سريعة، وبعدين الرز. الطاسة دلوقتي ناشفة شوية، فهحتاج احط شوية مية، بس احط الاول البقدونس. وبعدين ربع كوباية مية، وأقلب كله مع بعض. طبعا الأجانب بيستغربون قوي لما بناكل يعني اتنين كربوهيدرات مع بعض، يعني بطاطس ورز أو بطاطس وعيش. هما يا بطاطس يا رز، يعني ما بياكلوش يا مكرونة. احنا بقى طبعا يعني أنا واحد من الناس بعمل سندوتشات بطاطس محمرة بالجبنة البيضة، انا بحب كده. تقليبة سريعة كده، ممكن احط سن الفلفل الاسود، واقلب تاني لحد لما المية اللي اتحطت عشان تخلي كل المكونات تمتزج مع بعض، المية دي تطلع وتتبخر.